أشارت إلى الأجلاء الذين سيؤثثون. تحية إلى كل السيدات والسادة إطارات تجميد على 8 مشاريع ثقافية الذي كان بفضل جهود إطارات وباحثين. يسعدني اليوم أن أشرف على انطلاق فعاليات شهر التراث تحت شعار التراث غير المادي أصالة وهوية، وافتتاحه من خلال هذا اليوم الدراسي الموسوم بالتراث غير المادي ورهانات الهوية. كما لا يفوتني بهذه المناسبة وفي ذكرى يوم العلم، ذكرى وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي نحتفي به أيضا في هذا الشهر، ومن خلال مقاربة مزدوجة تجمع بين العلم والتراث الثقافي والمعرفي، وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وبمتابعة من السيد الوزير الأول، يشرفني أن أعلن عن رفع التجميد عن 8 مشاريع ثقافية بمدينة العلامة ابن باديس مدينة قسنطينة،